بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس بحب أعرفكم بنفسي، أنا محمد كرم بدر، مهندس معماري وملقب على الفيس أو على السوشيال ميديا عموما بصانع المجسمات. يعني بقالي فترة كده حوالي سنة، سنة ونص شغال في الموضوع، وعملت في معرض في الهيونيكون اللي فات، بقالي معظمكم شافوه. فجاي رسائل كتير بعدها ان انا عايز اعمل كورس او علمنا ازاي نعمل الحاجات ديت، ازاي نعمل اسلحة، ازاي نعمل خوذة، ازاي نعمل ارمر كامل، ازاي نعمل مجسمات. فكنت منزل من فترة ان انا ابتدي اعين على ورك شوب جميل، وعايز ناس تيجي تقول لي ارائها ايه وبتاع. فكان الموضوع شوية بالنسبة للناس قليل جدا، ما حسيتش ان في تفاعل بيني وبين الناس ان ابتدي اخد مكان واجيب ناس وكده. ففكرت الفكرة ان انا اعمل الورك شوب كله عموما او الكورس اللي انا اعمله يبقى مجانا فور فري بالنسبة للناس كلها، واللي محتاج اي حاجة او كده بيبعت لي وبعمل فيديو ليه وبناء عليه بيتعرض يعني. بس فاول كده نبتدي بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقول ايه اللي احنا هنتعلمه في الكورس، ايه اللي احنا هنتعلمه، ايه البرامج المستخدمة، ايه الادوات المستخدمة، وايه اللي احنا نوصل له في النتيجة في الاخر. اول حاجه بس نبتدي نتكلم فيها كده اهوت البرامج، ايه اللي احنا هنتعلمه. اللي احنا هنتعلمه مثلا هنتعلم ازاي نعمل سلاح، ازاي نتعلم نعمل خوذه، ازاي نعمل ارمر كامل، ازاي نعمل يعني دي بعض، لو هنعمل خوذه كده ازاي نعمل ارمر كامل جميل، ازاي نطلع الكواليتي بتاعتنا شبه كويسة ونبقى في تنافس بيننا وبين الناس اللي بره، ازاي نعمل مجسم بالحجم الطبيعي، ازاي نعمل مجسم حجم صغير، ازاي نعمل ايا كان ايه نوع الحجم اللي احنا هنستخدمه جميل. فاحنا عايزين نعمل تنافس ما بيننا وما بين اللي احنا بنشوفه بره. هيبقى معظم شغلنا كله بالورق جميل. احيانا ان شاء الله قدام هنحاول لما يبقى في تفاعل كده بيننا وبين بعضينا ان شاء الله، والناس تاخد شوط كبير جدا في الورق وتتعلمه، هنحاول ان شاء الله ندخل الفوم معانا. الفكر كله بالنسبه للورق، الورق بيدي تفاصيل اكتر، بيدي نتيجه كويسه جدا لما بنخلطها بكذا ماده يعني. فده بالنسبه للي احنا هنتعلمه ان شاء الله في الكورس جميل. الحاجة التانية بإذن الله اللي احنا هنتعلمها اللي هي السوفت وير، ايه البرامج المستخدمة. البرامج المستخدمة هنتعلم الثري ماكس جميل، معرفش معظمكم يعرفوه لو مهندسين او مش مهندسين. الثري ماكس ده اللي هنعمل بيه الكاركترات، هنعمل بيه الاسلحة، هنعمل بيه معظم المودلنج اللي احنا هنعمله، معظم اي حاجة احنا هنعملها على الثري دي ماكس في الاول جميل. هنتعلم في الثري دي ماكس ازاي نحط تكتشر، اللي هي زي ما انتم شايفين الالوان ديت واللبس والكلام دون، ده اسمه تكتشر. ده معظم الحاجات اللي احنا هنتعلمها في سيدي ماكس، ازاي نعمل مودلنج، ازاي نحط تكتشر. البرنامج التاني اللي احنا هنستخدمه واكيد كلكم عارفينه اللي هو البيبا كوره جميل. في البيبا كوره هنتعلم ازاي لو جبنا مودلنج من بره، مودلنج جاهز نحطه ونبتدي نعدل فيه. معظم المودلنج اللي احنا بنجيبها من بره بيبقى فيها محميه بباسورد، يعني في حمايه ليها. هنتعلم ازاي نفك الباسورد ده، يعني لو في حاجة نقدر اوريها لكم مثلا كده، او لا ده عادي كده، حاجة زي كده مثلا، هو محتاجين ان احنا نحط باسورد. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي نعمل هات الموضوع ده ونفك الباسورد، بحيث ان احنا نعدل على الفيديو، نعدل قصدي على المجسم اللي احنا عاملينه. طب ده بالنسبة للبيبا كورة، ايه تاني هنتعلمه في البيبا كورة؟ هنتعلم في البيبا كورة ان احنا نعمل ازاي انفولد. انفولد ده اللي هو افراط، يعني بعد ما نجيب المجسم ازاي نقدر نقسمه حتت حتت حتت، بحيث ان احنا لما نيجي نطبع يبقى الموضوع معانا متظبط، ييسر علينا الموضوع كده. ده بالنسبة للانفولد. هنتعلم ازاي نعمل سكان سكيل، ازاي نقلل نكبر الحجم اللي احنا عايزينه على حسب، ازاي نحط تكتشر جميل، ازاي نسيب الموضوع نحوله من برنامج البيبا كوره لاي برنامج تاني ده نستخدم فيه الموضوع ده. ايه ده بالنسبه للسوفت وير. بالنسبه الادوات المستخدمه معانا او اللي احنا هنستخدمها بالظبط في الكورس، اول حاجه ورق مقوى
جميل. ورق مقوضة هقول لكم بيتجاب منين وهقول لكم بيتباع فين بالظبط، لانه هيبقى نادر جدا انك تلاقيه، ونادر انك تلاقي مطبعة تطبع لك عليه. تاني حاجة هنستخدم الاوهو عشان نبتدي نلزق الورق. جميل. تالت حاجة مسدس شمع لو هنعمل يعني خوذة مثلا، والخوذة لسه هيتحط لها مواد كيماوية تانية فوقيها، فكده كده مسدس الشمع مش هيبان عيوبه، يعني كده كده بنداري الموضوع ده. هنستخدم الفايبر طبعا، زي ما انتم بتشوفوا اساسا في الفيديوهات الاجنبي معظم شغلهم كله بيبقى بالفايبر. هنستخدم حاجه اسمها بوليستر. جميل. بره في حاجه اسمها ريجن تهيألي او ريزل، ده بيبقى ماده جاهزه كده، وقت مجرد ما انت بتحطها على ورق بتبقى صلبه جاهزه يعني. احنا هنا هنبتدي نحط حاجه تانية اسمها اي ام 1، دي بودره كده اهوت، يعني تستخدم في الزراعه. انا حاولت ان انا اعمل حاجه جديده مختلفه، احط البودره دي على البوليستر والفايبر، فادتني النتيجه اللي انا شفتها، يعني ما اعرفش معظمكم شافوها ولا لا، وهي دي النتيجه اللي هي اديتها لي يعني. بعدها بنحط حاجه اسمها معجون استوكا. معجون استوكا ده بتاع العربيات. جميل. عشان نبتدي نقوي اكتر الموضوع هنستخدم الصاروخ. هوريك دلوقتي كام فيديو ازاي بستخدم الصاروخ، ازاي بستخدم الصنفرة. جميل. في الاخر خالص هنستخدم مسدس الرش للدهانات. جميل. دي تبقى المرحلة اللي احنا بنوصل لها في الورق. جميل. واكيد كنت انا منزل فترة كده عن الخوذة كانت مراحلها عاملة ازاي، زي ما انتم شايفين اهي، هي كانت ورق في الاول، بعدها ابتدي احط عليها الفايبر. لا ثواني، دي كانت بعد مرحلة الفايبر، وابتديت احط عليها معجون استوكا اللي هو اللون الغامق دون ده معجون استوكا. جميل. المرحلة بعد كده في مرحلة طبعا مهمة جدا اللي هو الدهان اسمه فيلر، ده اللي هو الوش الأخير قبل الدهان، بعد ما بصنفر بعد ما بظبط بروح دهن فيلر. هوريك دلوقتي كام فيديو كده صغير ازاي نستخدم الحاجات دي، بغض النظر عن اللبس اللي انا لابسه، دي المرحلة اللي احنا نستخدمها بالظبط. ده ورق بعد ما حطيت عليه البوليستر وبعد ما حطيت عليه الفايبر بقى مادة صلبة جدا، ما صعب ان احنا يعني حتى بص الصاروخ ما بيأثرش فيها يعني. ده اللي احنا هنتعلمه، هنتعلم ازاي ندهن ده اللي كنت بحط المادة دي، مادة مصلبة في الآخر بعد ما حطيت الإي إم على البوليستر وكده. ده الطريقة اللي احنا هنبتدي نشتغل فيها، ده فايبر عشان أحول الورق من ورق لفايبر. ده المعجون أهو، ده معجون استوكا اللي هو لونه غامق دون، بحيث إن يبقى أساسا معظم الورق اللي احنا بنعمله بيبقى فيه تجاعيد كتيرة، فإزاي نعالج دون. دي مرحلة الفيلر، مرحلة مهمة جدا طبعا قبل الدهان عشان الدهان يمسك في الموضوع ده، لان احيانا جت مرة جربت الحاجة الدهان طقطق مني. دي هتبقى المرحلة الأخيرة اللي احنا نوصل لها، مرحلة الدهان. ده اللي ان شاء الله بإذن الله هنتعلمه مع بعض في الكورس. ان شاء الله باذن الله اتمنى ان الكورس يكون مفيد ليكم تقدروا تستفيدوا بيه، وهحاول ان شاء الله باذن الله لو لقيت فيه تفاعل بيني وبينكم كبير يعني ان شاء الله هحاول ان انا قبل الايفنت الجاي ان شاء الله بتاع خيري، ان شاء الله باذن الله هنكون باذن الله ان شاء الله لو كل واحد عامل كوز بلاي هنحاول نخليه بكواليتي عاليه جدا ان شاء الله، ولو حد شغال فوم بإذن الله، لا في كذا حد إن شاء الله يشترك معايا في الفوم، إن ما كانش أنا هيبقى كذا حد وكلكم عارفينهم يعني بدون ذكر أسماء، فهيبقوا معانا إن شاء الله في الكورس وهيعلمكم كل حاجة تقدروا تستفادوا بيها، بحيث إنك تطلع كوزبلاي محترم، أرمر محترم، حاجة كويسة جدا تليق إن إحنا نعلي مستوانا. بس وشكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله.